Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan sambung bacaan kita pada surah Al-Mu'minun, muka surat yang ke-348, bermula daripada ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal ataynahum bil haqqi wa innahum lakadhibun. اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعض هم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى إنها كلمة
سخريا حتى
أَكْثَرُكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبئنا يوما أو بعض يوم فاسأل قال إن لبئتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله kita habis membaca surah Al-Mu'minun sehingga ayat yang ke-118. Insya-Allah kita akan sambung pada video yang seterusnya.